السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. اليوم راح نلعب لعبة جديدة اسمها جلاديتر مصارعين، وإن شاء الله تحوز على إعجابكم. نترجم اللعبة عربي. انزين، يقول لم يبقى إلا قليل من الأعداء، أقضي عليهم وأعود إلى سبارتا. والله بطل هذا صح. تحديد المهارة، هذه المهارات. ايضا هاي المهارات، جلاديتر هيروز لعبتنا ان شاء الله. بعد انا راح اقرا بصمت لان المترجم عربي هو. شافي ساعدني لاصبح احسن مقاتل. تريد الاسم، فاعل الحصول على النقاط. طيب لعبة استراتيجية، شلون بوم بيتش وكلاش اوف كلانز، يعني تبين هيك ما ادري لحد الان. هاي المهارة، هذا المقاتل مالنا شايفينه. هنا الطورة، تقدر تطور، تدوس تطوير وتطور المقاتل، ياخذ درع، ياخذ شغلات هواي. شنو تخصيص المقاتلين؟ بيانات المقاتل، فقط أنا ستمكن من القتال في ساحات مختلفة. دعنا نبدأ أول، راح تبدأ أول قتال. بين اوف مريشيوس، طيب اختارينا المقاتل مالنا، حطيتها خليتها هنا الى المعركة. استخدم مهارات،
قطعت راسه. شي لك ألف مرة. قد حصل محاربك على بعض الخبرة في آخر معركة ومستعد للانتقال إلى مستوى أعلى. دخل ذلك ستحتاج إلى مبنى تدريب. طبعا أسوي أبديت مبنى تدريب. اوكي يجي طور المحارب مالي. ما عندي تطوير مستوى اعلى. اوف هذا حامي كلش. زاد التطوير تالي. يقول عمل جيد. لا انت تعرف اساسا تمكن من الانتقال للامبراطورية واستكشافها. تذكر نبي لك بتطبيقاتي وحقنا. اوكي هاي الثانية معركة ثانية لنا. راح اخليه هنا مقاتلي الى المعركة. الان اثنين علي وانا بوحدي بعين الله. خمتي. لا يا زمان يهجم من الخلف. صندوق تشيست 30 دايموند. تمام سأل عن صديقك يستخدم يجب عليك إنشاء المستودع أولا. أوكي حان الوقت تعلم كيف استخدام الناس مستودع على مقابل في مسابقة. أوكي ماكو تطوير. شراء مشترى يريد تطور. ما وصلت المحاولة للثاني بعدني. من وصل الى اخذ المحارب. شايفين الخط من يكمل اخذه ان شاء الله. اشوف هاي شنو طاني. مستوى اعلى خلنا نرفعها. تمام تشيست عندنا. طلب الجوازة. روح الخارطة. مقاتلة ثالثة. المعركة الثالثة. راح نزل هنا مقاتل مالي الى المعركة. ايه لك فلك انت فلك.
والله ضربة تخليه ياخذك لك عشان قوي هذا. صندوق ايضا درع يقول تحف هو يسميه هنا درع ودرع. تالي الدرع شايفينه خدته ما عندي تطوير شايفين. بدي اوصل لهذا ما وصلت له بعدني. شراء ما اريد اشتري. هذا شنو هذا مستوصف يا شفاء يعني خل نشوفه. اي ما الشفاء هذا يعالج المقاتلين. راح نروح المعركة الرابعة. بدي القتال ثلاثة الآن. أخلي المقاتل مالي هنا أقول له معركة. ايه عفية مرده 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 مرده. ايدك على المدرجات الصاعدة. صناديق الآن خير الأمور الوسط. أخذت كل دولة صناديق مدينة قلنا. دعنا نعالج مقاتلي كان مستوصف فتحنا مساء. راح يعالج يرجع الدم ماله طبعا. شوف هاي شنو بعد ما وصلت. رجع الدم شايفينه. الكارتات اللي اخذتها فزت فيها
ليفل 3 انا مستوى اعلى. خلي يصعد مستوى 4 صار. شوف هاي شنو شراء شراء. تعذرني تقول لي شراء، اقول لك تعذرني. شريت موارد، يقول للتدريب عليك شراء مزيد من الموارد، فشريت موارد. أعرف 20% تكلفة استخدام هذا النوع فعال. أوكي طور مستوى 4 وصلت الآن. راح أرجع على القتال 5 المعركة الخامسة. وين دبك وين دبك؟ روح يا بطل. قويين دول. صوت صوت واحدة. ايه قلت له الله لا يوفقه. نزل دمي شايفين. راح اخذ 3 انحرافيين. مدينة اروح اشوف شنطاني. سويت معناك هذا اكتمال البناء او عند انحاء المقاتل تبيعه مع تمكين شعار. بعدين اذا سجل تقييم للعبة خمسين مجوهرة، طلب الجائزة. نعم ما نتخيل. هنا تطوير السيف والدرع. ما ظل عندي ولا قطع ذهب. رجع الدم. اريدني اشتري، شايفين ما عندي.
مشترى، كله مشترى، ما عندي مشترى. تطور، شوف تطور، وصلنا الرابع. اوكي بدنا نشيل الطورة. اخذت هاي البورشن، بس اخذتها طلعت لي. صندوق ذهبي هذا، حلو، هو جاهزة. ما عندي فلوس حتى اعالج. طب مرض واحد ايش فيه معركة وهو مصاب. عاد ايش فيه الوارع. وين حتى هنا خلي ينزل. هاي بيها شو اسمه، بيها هاي اسهم حديد من شنو معركة. ذيب ذيب لا ياخذونك. حلو حلو، تبقى تبقى. حلو حلو، ما يموت هذا. حلو شفاء، لازم نعالج الشفاء. شفاء لازم نعالج الشفاء. الآن تطوير عندنا مستوى أعلى، موافق. ناخذ الصندوق، طورته طبعا انا. طب جاهزة، نعم، خل احاول اصلح دمه شوية. ماكو شلون اعالج هذا.
يريد يريد شو اسمه طبعا فلوس مشترى. انا ما احب المشترى. خلينا نشوف هاي تطوير. شو مش اسوي انا يعني؟ المفروض نلعب المشنات السابقة. هاي ما اخذتها، ما اصير اخذها لان ما عندي ترغية. لازم تاني 5 دقائق يلا يرقيها. انطيته ماستين رقاها بسرعة. الان خلينا نشوف صار عندنا موارد. شراء اشتريت. شو اسوي؟ لازم اشتري. جيد. وهاي اللعبة حبايبي مثل ما شايفين انتو، يعني لعبة حلوة. انا عندي انا لعبة حلوة، ما ادري بعد عنكم. اللي يحب يكملها ويستمر بها كملها ويستمر بها. هذا فتح لنا شي جديد هنا، كملها في اللقاء القادم ان شاء الله. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.